الظاهرة من قناة سما نبدأها بأبرز عناوينها. بمساعدة ميليشيا قسد، قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعدها في الجزيرة السورية. الحشد الشعبي يتحرك لحماية خطوط الكهرباء في العراق ويحبط عملية لداعش لتفجير أبراج كهربائية جنوب نينوى. استهداف سفينة شحن تابعة لكيان الاحتلال في المحيط الهندي، وكيان العدو يوجه أصابع الاتهام نحو إيران. نحن اليوم نثبت من مدينة دوما بأن الشعب السوري هو شعب واحد في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والعمالة والخيانة. لن تركعي يا سوريا، لن تركع الشمس فيك، لن تركعي يا سوريا. أهلا بكم. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ثروات البلاد، حيث أخرجت 45 آلية محملة بالقمح والنفط من منطقة ترميلان بريف الحسكة، توازي مع إدخالها معدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في المحافظة. وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ناحية اليعربية أن رتلا من 45 شاحنة وصهريجا محملا بالقمح والنفط غادرت منطقة ترميلان ودخلت معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق. ولفتت المصادر إلى أن رتلا آخر من 27 شاحنة محملة بمواد ومعدات لوجستية أدخلتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية عبر المعبر ذاته، واتجهت إلى رميلان لدعم قواتها غير الشرعية الموجودة هناك. كما أخرجت أمس 37 صهريجا محملا بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وعدة شاحنات وبرادات إلى الأراضي العراقية. اندلع حريق في أحد مخيمات المهجرين السوريين في قضاء عكار شمال لبنان صباح اليوم دون أن تتضح أسباب هذا الحريق، وأتت النيران على ثلاث خيام وهجرت ساكنيها وأتلفت ما فيها من مؤن ومقتنيات. كما اندلع حريق مماثل في أحد مخيمات المهجرين السوريين في بلدة الحمرة، حيث أتت النيران على خيمتين. وتتكرر حوادث اندلاع الحرائق في مخيمات المهجرين السوريين في لبنان جراء انعدام شروط السلامة والأمان في هذه المخيمات، وأحيانا بشكل مقصود. سياسيا، أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية السورية العراقية غير قانوني ومناقض لميثاق الأمم المتحدة. وندد تختروانجي بالعدوان في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ردا على رسالة للمندوب الأمريكي، وشدد على أن سياسة أمريكا باتهام الآخرين في المنطقة هي محاولة لإيجاد غطاء على أنشطتها غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار وصرف الأذهان عن إجراءاتها العسكرية غير القانونية والمغامرة في المنطقة، معتبرا أن هذه السياسة محكومة بالفشل. الشهر الثاني على التوالي لم تصل المياه إلى مدينة الحسكة ومحيطها نتيجة ممارسات الاحتلال التركي من جهة وميليشيا قسد من جهة أخرى، ما أدى إلى توجه الأهالي المياه غير الصالحة للاستهلاك البشري والتي سببت حالات مرضية هضمية بين أطفال المحافظة.
يزدحم المركز الطبي المحدث في مدينة الحسكة بمرضى حالات الإسهال الشديد للأطفال بعد ارتفاع ملحوظ في الحالات في الأيام الأخيرة. ويؤكد الكثير من الأهالي أن السبب هو المياه غير الآمنة ومياه الآبار التي تحولت لمصدر لمياه الشرب والاستهلاك نتيجة الجريمة التركية بقطع المياه التام عن المدينة وأريافها. إسهال ومراجعة وحرارة أكثر شيء زادينا من المية، هو مو إنه كل الجهال صايرة معهم الحالة. يسعد بنت كبير زاد نفس الحالة، صار لي شهر وما بعد تحسن بنتي. أكثر العالم تقول إن المي، يعني أكثر العالم تقول إن المي، بس بنتي ما بعد تحسن. إسهال واستفراغ، استفراغ شيء مو طبيعي، ما تتقبل الأدوية بنوبة. إيه بس الحمد لله من جيتين الحمد لله ارتاحت، والإسهال وقف والاستفراغ وقف. السبب إيش؟ السبب زاد يقول كثر المي، لأن المي قاعد تجي ملوثة ومو كويسة. أي مشان هيك يعني ما توفروا لنا المي، لأنه قاعد نسحب أكثر شيء مي أبيار أحيانا نشرب، يعني مي مر. إحنا بالقرى ما في كهرباء قليلة جدا، ما في مية صحية، تجي المية أحيانا نشتريها مية مرة وما تصح للأطفال يا أخي، والطفل صغير يعني، والمية البقين غالي والعالم ما عدها يا أخي. أطفالنا راحت كلها دهق لذابت من بين الدين، وما عدنا مصروف قدارة يعني نعالجه، ما عدنا قدارة. وشهدت المشافي والمراكز الصحية ارتفاعا لافتا في أعداد حالات الإسهال لدى الأطفال وسط تأكيدات طبية أنها ناتجة عن مصادر مياه غير آمنة وتبدلات الجو. لاحظ خلال شهر حزيران الماضي نراجع مركز الطبي المحدث فقط اللؤلؤة 408 أطفال بقصة التهاب معدة وأمعاء، التهابات وإسهالات. طبعا هذا معروف سببه، يا أما يكون مصدر غير آمن للمياه أو تبدلات الطقس، ولكن زيادة العدد وانقطاع المياه الآمنة واعتماد الناس على مصادر قد تكون غير آمنة مضطرين إلها قد يكون السبب الأكبر لها. طبعا هذا الرقم هو اللي راجع المركز الطبي المحدث فقط، قد تكون هناك أرقام راجعة المشافي الخاصة وهي كثيرة في المحافظة، وبالتالي الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة خطأ كبير مضر بالصحة، يؤدي لسهالات وأقياءات، اضطراب شوارد عند الأطفال، إنهاك هؤلاء الأطفال. تبرز أزمات إضافية لأهالي الحسكة ناتجة عن أزمة مياه الشرب التي تحولت لمأساة حقيقية أمام صمت دولي مطبق وغياب أي حلول جذرية للجريمة التركية التي تكررت لعشرين مرة دون حسيب أو رقيب. أيهم مرعي لقناة سما مدينة الحسكة. هذا وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرموس أنه خلال جولته في محافظة اللاذقية والاجتماع بالفعاليات فيها تم لحظ مجموعة من الاحتياجات التي سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لتفعيل منظومة المشاريع حيالها وإنجازها. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مجموعة من المشاريع المهمة التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، ومنها محطة توليد كهرباء اللاذقية فرستين بطاقة تصل إلى 526 ميجاوات، ومشاريع تنفيذ صدود وأخرى تدعم تحسين الوارد المائي كاستجرار مياه الشرب من بحيرة سد 16 تشرين، إضافة إلى مطمر قاسي الصحي والذي أكد ضرورة إغلاق مكب البصة والإسراع في استثمار مطمر قاسي بأقصى سرعة ممكنة. وبيّن عرموس أن الحكومة خصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية في إطار دعم خطتها في توريد باصة نقل داخلي سيكون لمحافظة اللاذقية حصة منها. قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع ادعت أنها للمقاومة الفلسطينية جنوب وشمال قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن طائرات مقاتلة هاجمت موقعا للمقاومة ومنصة لإطلاق الصواريخ في غزة، وادعى أن الهجمات جاءت ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، في حين قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية غرب أبراج الكرامة، وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب الطائرات الإسرائيلية.
من جانب آخر اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال التي واصلت التضييق وفرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد وتحد من تنقلهم خلال وجودهم بساحات الحرم. وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الباكر ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة. وحسب دائرة الأوقاف فإن 54 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية ونظموا جولات استفزازية في ساحته، وأوفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات المسجد المبارك وانتهاءا بخروجهم من باب السلسلة. استشهد الشاب الفلسطيني محمد حسن البالغ من العمر 22 عاما برصاص المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما أصيب شابان آخران برصاص جيش الاحتلال واعتقل أحدهم. وتتعرض بلدة قصرى لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المقيمين في المستوطنات المحيطة بها والمقامة على أراض مصادرة. جدد مئات الفلسطينيين مظاهراتهم وسط مدينة رام الله مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد وفاة ناشط سياسي منتقد لعباس خلال عملية اعتقاله الأسبوع الماضي. في المقابل شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة حاشدة في الخليل دعما لعباس ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة. كشف الحشد الشعبي العراقي اليوم عن إحباطه محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى. قالت وكالة الأنباء العراقية أن قوة من اللواء 25 بالحشد أحبطت محاولة إرهابي داعش تفجير أبراج لنقل الطاقة، حيث عثرت على 3 عبوات ناسفة محلية الصنع أعدها عناصر داعش من أجل تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب المحافظة. هذا وكثف الحشد الشعبي إجراءاته الأمنية من أجل حماية أبراج التوتر العالي من العمليات التخريبية بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة تناميا في العمليات الإرهابية التي استهدفت محطات الكهرباء وخطوطها. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق حصيلة الهجمات التي استهدفت أبراج نقل الطاقة في البلاد، وأكدت أنها أسفرت عن استشهاد وإصابة 18 شخصا وتضرر 61 خطا رئيسيا، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء استنفرت أقصى جهودها لإصلاح الشبكات واستطاعت الوصول إلى إنتاج 16,000 ميجاوات من الطاقة. رجحت وسائل إعلام العدو أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة شحن شمالي المحيط الهندي. قالت إنها غير مسجلة على أنها إسرائيلية لكنها مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس تعرض السفينة لاستهداف مشيرة إلى أن طاقمها لم يتعرض للإصابة. مواجهات إن صحت الاتهامات ساحاتها البحار، أهدافها سفن شحن تجارية وناقلات للنفط، إذ لم تكن السفن في الساعات الأخيرة هي الوحيدة التي تطفو على سطح مياه المحيط الهندي، بل كانت الاتهامات الإسرائيلية تعوم فوق المياه أيضا، موجهة أصابع الاتهام كما جرت العادة نحو إيران
بأنها وراء ما قيل إنه هجوم بصاروخ استهدف سفينة في الطريق البحري الواصل بين جدة والإمارات مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي في شمال المحيط الهندي، لم تكن ترفع العلم الإسرائيلي ولم يكن على متنها بحارة إسرائيليون، أسفر عن أضرار طفيفة حسب ما نقلته صحيفة هارتس الإسرائيلية، ليبقى الغموض مخيما على إصابة السفينة. حادثة لم تكن الأولى من نوعها، فحرب السفن بين إسرائيل وإيران مشتعلة حتى باتت بحار المنطقة تتحول إلى ساحات اشتباك بينهم. ففي 25 من شهر فبراير شباط من هذا العام تعرضت سفينة إسرائيلية لانفجار في بحر عمان، وقالت إسرائيل إن ذلك كان هجوما إيرانيا مدبرا. وبعدها بما يقارب الشهر تعرضت سفينة حاويات تملكها إسرائيل لهجوم بصاروخ إيراني في بحر العرب حسب مصادر إسرائيلية. وفي 6 من إبريل نيسان أصيبت سفينة إيرانية جراء ألغام بحرية استهدفتها في البحر الأحمر، واتهمت إيران إسرائيل بزراعتها. ليليها في 13 من الشهر نفسه تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قرب الإمارات في بحر العرب، واتهمت إسرائيل إيران أيضا بالمسؤولية عن ذلك. إذن حرب ظل وهجمات ناعمة، هكذا توصف مجريات الأحداث بين إيران وإسرائيل، ما يرفع منسوب الأجواء المتوترة أصلا في المنطقة وقد يزيدها تعقيدا، لتبقى الساحة مفتوحة على سيناريوهات عدة يغلب عليها طابع قرع طبول الحرب. في وقت تواجه فيه مفاوضات القوى الدولية مع إيران بشأن ملفها النووي أفقا مسدودا، ومع اتخاذ إيران قرارا تصاعديا بعدم تجديد الاتفاق الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مطلعة معلومات عن خطط عسكرية تفصيلية لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. وذكرت المصادر أن إسرائيل أطلعت الجانب الأمريكي على هذه الخطط خلال الزيارات الأخيرة للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين إلى واشنطن. في إطار أنشطة التحقق الروتينية وبدون أي نقاش مرتقب، يتوجه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو الأسبوع المقبل إلى إيران، زيارة لا تحتمل الكثير من الجدل بين المعنيين وسط الأجواء المتوترة، لكن تأتي بهدف محدد هو الذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية، خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهد توقعات باقتراب إحياء الاتفاق النووي وإعادته إلى صيغته الأصلية بشكل كامل خلال محادثات فيينا الحالية كما أكدت موسكو. محادثات ركنها الأساسي هو المصالح الوطنية للشعب الإيراني بحسب تأكيدات النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. تأتي المفاوضات في إطار حفظ المصالح الوطنية للشعب الإيراني والتي تعد معيارا لكل القرارات. المجلس والفريق المفاوض يقفان سدا منيعا أمام تجاوز هذا الخط الأحمر، ولن نسمح لقوى الاستكبار وخصوصا أمريكا بتجاوزه. تقدم كبير تحرزه مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني بصيغته الأولى، عودة لن تتم إلا بتحقيق الشرط القاطع رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، خيار لا ثانية له أمام واشنطن كما تؤكد طهران. فإما الحفاظ على الاتفاق النووي بوصفه إنجازا سياسيا، وإما نار غير هادئة ستبنى عليها أحداث الأيام المقبلة كلها. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ليس واثقا ما إذا كانت روسيا متورطة في هجوم الفدية السيبراني الأخير في الولايات المتحدة. ونقلت وكالة برومبرغ الأمريكية عن الرئيس بايدن قوله: لسنا متأكدين من يقف وراء الهجوم، التفكير الأولي هو أنها ليست الحكومة الروسية، مضيفا أنه أمر أجهزة الاستخبارات الأمريكية بإجراء تحقيق حول من يقف وراء الهجوم.
وكانت قد تعرضت شركة كاسيا الأمريكية التي تزود العديد من الشركات بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات الجمعة لهجوم إلكتروني تضمن مطالبة ما قد يزيد على 1000 شركة تستخدم نظامها بدفع فدية، واضطر سلسلة مخازن شهيرة في السويد إلى إغلاق مؤقت لجميع متاجرها في البلاد، وبلغ عددها نحو 800. من جانب آخر، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف عدم وجود أي تحولات جوهرية في العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ قمة جنيف التي عقدت الشهر الماضي بين رئيسي البلدين. ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفير الروسي قوله في تصريحات تلفزيونية إن اتهام موسكو بتقويض عمل المنشآت الدبلوماسية الأمريكية غير منطقي، معربا عن اعتقاده بأن واشنطن أولت اهتماما بكلمات الرئيس الروسي بوتين خلال احتمال تدخل واشنطن في حادث البحر الأسود الأخير. ربما يكون من التسرع أن أقول إن بعض التحولات الأساسية في العلاقات الروسية الأمريكية قد بدأت بالفعل. اليوم هو اليوم 11 لي منذ عودتي إلى الولايات المتحدة بعد استدعاء لموسكو للتشاور. تمكنت من عقد عدة اجتماعات في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية الأمريكية، وفي الوقت ذاته سأقول إنه لم يتم تلبية جميع مطالبنا، هم ببساطة لم يقبلوها. الخارجية الأمريكية أرسلت لمقابلة صغار المسؤولين في قسم الشؤون الروسية لديها، وهو ما رفضته طبعا. تحطمت طائرة عسكرية فلبينية من طراز 130 تقل أكثر من 90 شخصا جنوب الفلبين بعد أن خرجت عن المدرج في أثناء هبوطها، وفقا لما قاله قائد الجيش الفلبيني لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، أصيب 40 آخرون إثر تحطم الطائرة التي كانت تقل جنودا أثناء محاولتها الهبوط جنوب البلاد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم. قال وزير الدفاع ديلفين لوريزانا لوكالة رويترز إن الطائرة المنكوبة كانت تقل 92 شخصا بينهم 3 طيارين وطاقم من 5 أفراد. إلى العناوين. بمساعدة ميليشيا قسد، قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعدها في الجزيرة السورية. الحشد الشعبي يتحرك لحماية خطوط الكهرباء في العراق ويحبط عملية لداعش لتفجير أبراج كهربائية جنوب نينوى. استهداف سفينة شحن تابعة لكيان الاحتلال في المحيط الهندي، وكيان العدو يوجه أصابع الاتهام نحو إيران. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.